صباح الخير واهلا بكم في مؤتمر ايديو جيت للجامعات الدولي في دورته 13 في اليوم الثاني. النهارده هنبدا السبيتش بتاعتنا بجامعه اسيوط التكنولوجيه، بس هنبدا بفيديو الاول تعريفي عنها قبل ما نبدا السبيتش بتاعتنا. فيا ريت الستودنتس الموجودين في القاعه يتجمعوا عند الستيج عشان نبدا اول سبيتش معانا لجامعه اسيوط التكنولوجيه. تأسست في عهد الملك فاروق الأول بموجب المرسوم الملكي لسنة 1948 كأول جامعة إقليمية في المملكة المصرية، وتحمل اسم جامعة محمد علي، والذي تم تغييره لجامعة أسيوط بعد ثورة 1952، حيث تقع الجامعة على مساحة ما يقرب من 400 فدان لتتسع لعشرين كلية مختلفة. كما تمتلك الجامعة عدداً من الوحدات والمراكز البحثية ذات الطابع الخاص، والتي يبلغ عددها 72 مركزاً ووحدة يبلغ عدد طلاب جامعة أسيوط قرابة 93,000 طالب، منهم حوالي 2500 طالب وافد موزعين على مختلف كليات الجامعة، نظراً لما تقوم به الجامعة من تسخير كافة إمكانياتها لتوفير التعليم المطلوب في الحاضر والمستقبل، وعدد أجيال قادرة على المنافسة في سوق العمل على المستويين المحلي والدولي. شفنا المستشفيات، مستشفيات فيها حلوة وكبيرة وفيها كل الأقسام، وما فيش حاجة ناقصة فيها، يعني كل حاجة بنطلبها نلاقيها بنلاقيها موجودة ومتوفرة في المستشفى، وتعامل الدكاترة برضو معانا كان كثير حلو وكويسين بيساعدونا. يعني اختلاطنا بالدفاع، اختلاطنا بالمصريين، مساعدة المصريين لنا كطلبة وافدين من ناحية المذكرات، من ناحية العملي، من ناحية يعني توفير أي متطلبات للدراسة أو أنه يحسك متضايق راح يساعدك. تعد من أقوى الجامعات وكثير موفر لنا إمكانيات حلوة ومعامل و ومكيفات، وجامعتنا تعد يعني كليتنا بالخصوص كلية أسنان تعد من أقوى يعني من أفضل الكليات، والإمكانيات اللي فيها يعني تشهد لها. يعني حسيت الدكاترة نفسهم بحبونا إحنا كوافدين أكثر من المصريين نفسهم، يعني ولا مرة حسيت حالي غريب. يعني أنا هلأ كوافدي بدعي كل الوافدين يجوا يدرسوا جامعة أسيوط، لأنه من خلال تجربتي فيها لقيت إن هي جامعة قوية، جامعة متميزة ومقتدرة ومعتمدة عالمياً، فبوجه نصيحتي للكل أنه ادرس في جامعة أسيوط. وتقوم الجامعة بدورها التنويري والثقافي لكافة المنتسبين لها، وإتاحة الفرصة للتعارف الوثيق بين الطلاب المصريين والوافدين، وتوفير بيئة علمية واجتماعية ملائمة للدمج بينهم، بما يخلق فرصة لتبادل الثقافات والتعرف على عادات وتقاليد الشعوب المختلفة. الجامعة خدمات ترفيهية ورياضية من خلال أكبر قرية أولمبية، تحتوي على ملعب لكرة القدم تتسع مدرجاته لـ 12,000 متفرج، وصالة مخططة تستوعب 1500 متفرج، بالإضافة إلى مجمع التنس ومجمع السباحة الأولمبي الذي يصلح لاستضافة مسابقات السباحة بمدرجات تتسع لـ 850 متفرج. ادرس في جامعة أسيوط، ادرس في مصر. 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 ادرس في جامعة أسيوط، ادرس في مصر.
ودلوقتي هنستكمل البرزنتيشن بتاع جامعة أسيوط التكنولوجية مع دكتور رحاب الدخري مستشار الإعلام بالجامعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير عليكم، أهلا وسهلا بكم في عرض جامعة أسيوط في الملتقى، ملتقى الجامعات والمؤسسات من منح التدريب. أهلا بكم، أنا سعيدة بتواجدي معكم النهاردة، وأتمنى أن أنا أقدم ولو حاجة بسيطة عن جامعة أسيوط حضراتكم تتعرفوا عليها أكتر وأكتر. أعرف حضراتكم بنفسي، أنا الدكتور رحاب الدخلي رئيس قسم الإعلام في كلية الآداب جامعة أسيوط والمستشار الإعلامي لجامعة أسيوط. طبعا انا بدايه بهني زمايلنا في الثانويه العامه او ابنائنا اللي في الثانويه العامه، يا رب يكونوا دايما كده مبسوطين ويكون كل واحد. النتيجه ظهرت ولا لسه؟ ظهرت. طيب يعني ان شاء الله كله يبقى مبسوط وكله يكون يعني عارف طريقه وعارف هو ان شاء الله ناوي على ايه باذن الله. وطبعا انا الاساس عندي هنا ان انا والله معجبه جدا بفكره المعرض، حقيقي فعلا الفكره ممتازه وجميله جميله جدا، لأن هي جمعت كل الجامعات، كل مؤسسات التدريب، كل مؤسسات المنح في مكان واحد. يعني دلوقتي طالب الثانوية العامة أو أولياء الأمور مش محتارين، يعني عارفين هم هيسألوا على إيه وهيدوروا على إيه. فهو طبعاً بنشكر كل الشكر لمن يستحق الشكر، بنشكر طبعاً القائمين على المعرض وجميع الفريق العام المنظم للمعرض، شكراً جزيلاً، شكراً جزيلاً طبعاً للدكتور علي شمس الدين رئيس الملتقى. وبداية طبعا والشكر طبعا موجه لمعالي وزير التعليم العالي دكتور أيمن عاشور لرعايته الكريمة للمعرض. وبنشكر طبعا معالي الوزير الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط لمجهوداته الطيبة وإنجازاته الرائعة اللي بتشهدها الجامعة في عهده. طبعا يعني لو اتكلمت عن جامعة أسيوط، جامعة أسيوط جامعة الأم، جامعة أسيوط جامعة عريقة لها تاريخ وتاريخ قديم، فيها كليات كتير، فيها خدمات كتيرة، جامعة واخدة اعتماد في أغلب كلياتها. أنا هقدم لحضراتكم دلوقتي بس يعني البرزنتيشن عرض هوضح فيه إنجازات جامعة أسيوط أو إيه هي جامعة أسيوط وإيه هي الكليات والبرامج الخاصة. بس أنا بصلح معلومة، زميلتي شهد اللي كانت هنا بتقول جامعة أسيوط التكنولوجية، لا هي جامعة أسيوط الحكومية وفي جامعة أسيوط الأهلية. طيب ليه الدراسة في جامعة أسيوط تعتبر متميزة؟ ليه الدراسة في جامعة أسيوط بتعتبر ليها ثقلها؟ لأن الأساتذة القائمين بالعملية التدريس أساتذة كبار بصراحة في كل الكليات. يمكن حضراتكم تسمعوا عن يعني أسماء لامعة جدا سواء في مجال الطب، الهندسة، الكيمياء، العلوم، بصراحة أساتذة جامعة أسيوط ليهم سمعة طيبة مشهودة. كذلك الأمر جامعة أسيوط بتقدم خدمات متميزة جدا لطلابها، بداية طبعا من الكشف الطبي، المدن الجامعية، رعايتها للطلاب، نظامها الإداري. يمكن فيه كتير جدا من المعامل وكتير جدا من المراكز الخاصة بجامعة أسيوط حصلت على الأيزو. جامعة أسيوط أم الجامعات، جامعة أسيوط خرج من صلبها 7 جامعات إقليمية، هي أول جامعة كانت في الصعيد أو تم إنشائها في الصعيد. جامعة أسيوط جامعة حكومية مصرية تقع في مدينة أسيوط، تأسست عام 57 لكن بدايتها الحقيقية كانت سنة 49 لما تقدمت لجنة الاحتفالات القومية بوزارة الثقافة بمناسبة الاحتفال بذكرى محمد علي أو وفاة محمد علي، الذكرى المئوية لوفاة محمد علي، قرروا أو أخذوا قرار بإنشاء مشروع جامعة محمد علي. وأقرر المجلس الوزراء صدور هذا المشروع، ولكن تأخذ فترة تحضيرية من 5 لـ7 سنوات أو من 4 لـ7 سنوات. انتهم العمل بها والتجهيز ليها عام 52 تحت اسم جامعة محمد علي، وبعد كده اتغير اسمها بعد الثورة.
جامعة أسيوط الجامعة الجدة، بنقول عليه ليه الجامعة الجدة؟ لأن خرج منها جامعات، أصبحت هذه الجامعات كبرت وانبثق من هذه الجامعات جامعات أخرى. يعني جامعة أسيوط الجامعة الجدة طلع منها جامعة المنيا وجامعة جنوب الوادي وجامعة الوادي الجديد وجامعة سوهاج وجامعة أسوان وجامعة الأقصر وجامعة البحر الأحمر. كليات ومعاهد جامعة أسيوط زي ما حضراتكم شايفين، كلية العلوم بدأت الدراسة فيها سنة 57، كلية الهندسة بدأت الدراسة سنة 57، كلية الزراعة سنة 59، كلية الطب سنة 60، كلية الصيدلة 61، كلية الطب البيطري سنة 61، كلية التجارة سنة 63، كلية التربية 66، كلية الحقوق عام 1975، كلية التربية الرياضية 1981، كلية التربية النوعية سنة 1989، كلية الخدمة الاجتماعية سنة 1995، كلية الآداب 96، وكلية التمريض 2000، كلية الحاسبات والمعلومات 2001، كلية طب الأسنان 2012، كلية التربية للطفولة المبكرة 2015، كلية الفنون الجميلة 2016، كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكميلية 2019. في بعض المعاهد موجودة داخل جامعة أسيوط: المعهد الفني للتمريض 97، معهد جنوب مصر للأورام 97، معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية 2019، معهد بحوث تطوير وابتكار الدواء 2020، معهد علوم المواد والنانو تكنولوجي 2021. كل ده جوه جامعة أسيوط، جامعة كبيرة، جامعة عريقة، فيها دراسات كتير جدا. حاليًا زي ما حضراتكم عارفين إن إحنا عندنا في مصر وفقًا لاستراتيجية التعليم العالي تم تقسيم الجمهورية كلها على 7 أقاليم. المحافظات إحنا عندنا 27 محافظة، عندنا كم جامعة حكومية؟ عندنا 28 جامعة حكومية، وعندنا 27 جامعة خاصة، و20 جامعة أهلية، و10 جامعات تكنولوجية، ومعانا 7 جامعات أو أفرع لجامعات أجنبية. جامعة أسيوط أو جوه أسيوط، محافظة أسيوط، في كم جامعة؟ الجامعات اللي موجودة جوه أسيوط، في جامعة أسيوط اللي هي الجامعة الأم، الجامعة الحكومية، وفي جامعة الوادي الجديد متفرعة مننا، وجامعة أسيوط الأهلية، وجامعة أسيوط التكنولوجية، وفي جامعات خاصة داخل محافظة أسيوط اللي هي جامعة سفنكس وجامعة بدر بأسيوط. أهداف جامعة أسيوط طبعا زي ما حضراتكم عارفين مش بس عملية تعليمية، ولا إن أنا أطلع جيل من الشباب عارف سوق العمل عايز إيه، لا، أنا عندي أهداف أهم من كده وأكتر من كده كمان، اللي هي الأهداف البحثية وأهداف خدمة المجتمع والبيئة. شعار جامعة أسيوط بيتكون من إيه؟ عشان حضراتكم تعرفوا اللوجو ده اللي احنا بنشوفه أو الرسمة دي عبارة عن إيه؟ شعار جامعة أسيوط زي ما حضراتكم شايفين عبارة عن قرص الشمس، تمام؟ ومكتوب عليه بخط الكوفي اسم جامعة أسيوط، وده بيدل طبعا على الخير وبتمد إيد العطاء والخير، وهي فعلا جامعة أسيوط بتمد إيديها بالخير لكل الجامعات والمجتمع المحيط بيها. جامعة أسيوط متفردة بكلية مش موجودة في الشرق الأوسط، الوحيدة اللي موجودة على مستوى الشرق الأوسط، كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكميلية. في مدينة طبية متكاملة لجامعة أسيوط، بصراحة فيها كمية من المستشفيات بيتردد عليها عدد كبير جدا جدا من المرضى، يعني ما يقرب من 2 مليون سنويا. المدينة الطبية دي زي ما حضراتكم شايفين كذا مستشفى: مستشفى الرجحي الجماعي، مستشفى الأطفال، مستشفى صحة المرأة، مستشفى الأمراض العصبية والنفسية، مستشفى المسالك البولية، مستشفى القلب، مستشفى طلاب جامعة أسيوط، مستشفى أم القصور، ثم مستشفى أسيوط الجديدة، ومستشفى الإصابات. طبعا لو اتكلمت على عدد، يعني جامعة أسيوط جواها
كل هذا الكم من المستشفيات مدينة طبية متكاملة بيجي يتعالج فيها من أول بني سويف لغاية حلايب وشلاتين. يعني بتاخد كمية مرضى بيترددوا على المستشفيات الجامعية عددهم كبير جدا وخدمات متنوعة. لو اتكلمنا على المترددين وأعدادهم يعني ده خلال فترة معينة، يعني خلال من يوليو 2022 لأبريل 2023 أعداد المترددين عليها بالعشر تلاف والعشرين ألف والتلاتين ألف، أرقام كبيرة جدا رغم أن هي مستشفى تعليمي، مستشفى تعليمي وخدمي، مستشفى الأطفال، مستشفى القلب 37,390، مستشفى أم القصور هي موجودة في مركز تبع أسيوط مترددين فيها 558، مستشفى القلب يمكن قلناها 37,390، مستشفى الأطفال هو أنا برجع سوري معلش 37,390 ده مستشفى القلب، مستشفى الرجحي 55,000. على فكرة يعني مستشفيات جامعة أسيوط بتقوم بأكبر عمليات في الزراعة، زراعة كبد وزراعة كلى، يعني العمليات اللي بتقوم بيها مستشفيات جامعة أسيوط مش كل المستشفيات الجامعية تقدر تقوم بيها إلا لو كانت فعلا مستشفيات قادرة على إن هي تتحمل هذا العبء أو المسؤولية الكبيرة، سواء من ناحية إمكانياتها البشرية أو لو كنا بنتكلم على إمكانياتها المادية نفسها. طبعا معامل جامعة أسيوط ومعامل مستشفيات جامعة أسيوط حاصلة على الأيزو، هتلاحظوا حضراتكم إن هي واخدة كلها شهادات معتمدة. الجهاز الإداري بجامعة أسيوط حاصل على شهادة الأيزو 9001. المراكز والوحدات التكنولوجية اللي موجودة في الجامعة كتيرة كتيرة جدا كمان، وده إن دل فإنما يدل على إن هي جامعة كبيرة وعريقة وقايمة على أساس سليم وبتقدم خدماتها بشكل سليم. عندنا وحدة المايكروفيلم، مكتب نقل المعرفة، مركز شبكة المعلومات، وحدة براءة الاختراع، مركز نشر المقررات الإلكترونية، وحدة نقل التكنولوجيا الصناعية، مركز القياس والتقويم، مركز تعليم اللغة العربية، مركز تعليم اللغة الفرنسية، مركز تعليم اللغة الإنجليزية، مركز تعليم اللغة الروسية، مركز الترجمة والبحوث اللغوية، مركز تطوير التعليم الجامعي، مركز تنمية قدرات أعضاء التدريس، مركز التدريب الإعلامي، مركز دراسة ورصد المشكلات المجتمعية، مركز الإرشاد النفسي والتربوي، مركز دراسات المستقبل، مركز الدراسات والبحوث البيئية، وحدة الميكروسكوب الإلكتروني، مركز بحوث الدواء، مركز زراعة الأنسجة والبيولوجيا الجزيئية، مركز الفطريات، وحدة بحوث البيولوجيا الجزيئية. يعني بصراحة كمية مراكز كبير جدا، ده إن دل فإنما يدل على إن هي جامعة فعلا بتقدم خدمات بحثية قيمة وعريقة. الجمعية النسائية، مركز إدارة الطاقة، وحدة إدارة المشروعات، وحدة ضمان الجودة والاعتماد. كليات جامعة أسيوط حصلت على الاعتماد، وفي منها اللي حصل على الاعتماد مرة واثنين وتكرر ثالث مرة تجديد الاعتماد. ده معناه إيه؟ ده معناه إن فعلا برامجها الدراسية قوية جدا، ده معناه فعلا إن هي بتقدم مادة علمية للطالب تفيده وفعلا محتاجها سوق العمل. كلية العلوم حصلت على الاعتماد مرتين، الهندسة حصلت على الاعتماد، والطب، الصيدلة حصلت ثلاث مرات، الطب البيطري حصلت على الاعتماد، الزراعة حصلت على الاعتماد، التربية حصلت على الاعتماد، والأداب ومعهد الأورام والحاسبات والمعلومات. معلش في لخبطة في السلايد ده، مش عارفة اختلاف نوع الخطوط. عندنا مركز ما نسيناش ذوي الإعاقة أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الهمم. أبنائنا ذوي الهمم ليهم رعاية خاصة في جامعة أسيوط من خلال مركز ذوي الاحتياجات الخاصة، بنقدم كل الخدمات وكل الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة، وده طبعا في ظل الاستراتيجية اللي بتتبناها الدولة المصرية. البرامج الخاصة دي نقطة مهمة جدا، ولازم نفتح البي دي اف، افتح البي دي اف لو سمحت، عشان البرامج الخاصة اللي داخل جامعة أسيوط دي نقطة مهمة جدا جدا جدا، وكمان الكليات اللي موجودة في جامعة أسيوط الأهلية لازم نتكلم عليها.
يعني اخر ثلاثة سلايد كده حضرتك انزل. مش مهم خلاص اللي بعده. البرامج الخاصه بقى دي النقطه المهمه اللي هكلم حضراتكم عليها. عندنا كميه من البرامج الخاصه اللي فعلا بتقدم جرعه علميه يعني مواكبه للي احنا عايزينه دلوقتي. فعلا برامجها الدراسيه قويه جدا ومرتبطه باحتياجات سوق العمل ومرتبطه بالتغيرات اللي احنا فيها حاليا. عندنا برنامج الكيمياء الصناعيه التطبيقيه كليه العلوم، برنامج جيولوجيا البترول كلية العلوم، برنامج البيوتكنولوجي كلية علوم، برنامج التميز كلية طب بيطري، برنامج هندسة الروبوتات كلية الهندسة، برنامج نظم المعلومات نظم معلومات الأعمال كلية التجارة، برنامج نظم معلومات السياسة العامة بكلية التجارة، برنامج الحوسبة الأمنية بكلية الحاسبات والمعلومات. ممكن نغير السلايد بعد اذنكم. طب غيره من عند حضرتك، يعني غير السلايد من عندك. البرامج الخاصه بجامعه اسيوط، برامج دراسيه، برنامج الذكاء الاصطناعي. طبعا زي ما حضراتكم عارفين اي حاجه مرتبطه بالذكاء الاصطناعي مطلوبه دلوقتي. برنامج الذكاء الاصطناعي كليه حاسبات ومعلومات، برنامج نظم المعلومات الحيويه بكليه الحاسبات والمعلومات، برنامج هندسة البرمجيات كلية الحاسبات والمعلومات، برنامج الحقوق باللغة الإنجليزية، برنامج التجارة باللغة الإنجليزية، برنامج الترجمة الإنجليزية بكلية الآداب، برنامج اللغة الفرنسية بكلية الآداب، برنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية بكلية الآداب، برنامج المسرح داخل كلية الآداب. جامعة أسيوط الأهلية هي منبثقة من جامعة أسيوط وما زالت حتى الآن يعني بنمد إيد العون لبعض بنساعدها. الجامعة هي لسه تعتبر يعني البنوتة الصغيرة بتاعتنا بتاعت جامعة أسيوط، فيها 7 كليات. داخل الكليات في برامج بدأت الدراسة فيها، انطلقت الدراسة فيها العام الدراسي الماضي بها كلية الطب البشري، كلية طب الأسنان، كلية الصيدلة والبحوث الدوائية، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، كلية الهندسة والعلوم التطبيقية، كلية العلوم الإدارية والمالية، كلية الألسن واللغات التطبيقية. جامعة أسيوط الأهلية منبثق من جامعة أسيوط وطبعا بدأت الدراسة فيها. أنا بشكر حضراتكم وأتمنى ما كنش أن أنا طولت على حضراتكم، بس فعلا جامعة أسيوط جامعة عريقة. جامعة أسيوط هي أول جامعة أنشأت في صعيد مصر وهي رابع جامعة على مستوى الجامعات المصرية، سبقها جامعة القاهرة وجامعة عين شمس، جامعة اسكندرية تيجي جامعة أسيوط بعدها على طول. حتى في التصنيف الدولي متقدمة جدا وبتاخد تصنيفات وفي تقدم مستمر. نتمنى نشوفكم في جامعة أسيوط. شكرا لحضراتكم.